أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، إذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج، فهل لابد أن يلبس المخيط ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم يحرم بالحج؟ ما هو لازم، إذا أكمل مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير فقد حل من إحرامه، ولو لم يخلع ملابس الإحرام هو بالخيار، إن شاء خلعها وإن شاء أبقاها ثم نوى الحج، ثم نوى الحج وهي عليه. ألا يشترط للتحلل من العمرة أن يخلع ملابس الإحرام؟ نعم.